الأهلي بطل أفريقيا مرة تانية على التوالي، 12 في تاريخه، رابع مرة في آخر 5 سنين. يعني زي ما انت قلت وزي ما الاغنيه قالت، يعني بقت تحس فعلا انها حاجه محسومه يعني، بس هو احقاقا للحق يعني. في البدايه طبعا بنبارك للنادي الاهلي، جماهير، مجلس اداره، جهاز فني، لعيبه، يعني كل المنتمين للنادي الاهلي سواء داخل مصر او خارج مصر، طبعا حاجه تفرح وحاجه تشرف يعني. لو بنتكلم حتى على المباراتين اللي هم بتوع الفاينل، او لو بنتكلم على البطوله عامه، تمام. انا وجهه نظري بالارقام النادي الاهلي احق فريق انه يفوز بالبطوله دي. يعني النهارده ما بتتكلم على فريق يعني البطوله كلها داخل في هدف واحد، النهارده بتتكلم في اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع، حتى الاداء يعني حتى لو الاداء مش عاجب بعض الناس، انما انت بتتكلم في مباريات تقيله، في مباريات مع فرق كبيره، ما هيش فرق ضعيفه ولا فرق صغيره. حتى انا وجهه نظري ان يمكن اكتر حاجه لفتت نظري في البطوله دي الالتزام والانضباط التكتيكي اللي كان موجود عليه فريق الاهلي اكتر من الفنيات، تمام، دي كانت حاجه مفهوم، موجوده واضحه صح بشكل كبير صح جدا وبانت جدا في مباراه مازيمبي في قبل النهائي، وخصوصا في المباراه هناك. اللي هي اللي بره، وفي المباراتين بتوع الترجي، ايوه ويمكن ساعد حتى في المباراه بتاعت امبارح دي طبعا ان الجون اللي جه بدري نعم حقق لك الهدف بتاعك، فخلى عندك التزام تكتيكي كبير جدا اكبر من الفنيات اللي كانت موجوده او اللي كانت الناس متوقعه في المباراه. طيب هبدأ من النظرة الأعم وبعد كده ندخل شوية في مباراة الترجي نفسها. كابتن عمرو، إنك تتوج ب12 مرة بطلا بفارق 7 ألقاب عن الاتنين اللي وراك اللي هم الزمالك ومازيمبي، إنك في آخر 5 نسخ توصل نهائي وتاخد 4 منهم، إنك تتوج بمرتين على التوالي، ايه السر وايه الفلسفه اللي الاهلي بينتهجها ليصل لده؟ وليه بسالك السؤال ده؟ اعتبرني ممثل عن الطرف اللي بيقول ان الاهلي فارق بكتير قوي كجوده لاعبين، وان اللاعبين الكبار من الافارقه بيلعبوا في اوروبا بينما الاهلي هو اللي اكثر انفاقا، فبالتالي طبيعي ان نلاقي الجاب ده، وان الاهلي بيلعب في بطوله منافسوه فيها مش بالقوه اللي تصعب على الاهلي المهمه. انا هنا باخد الراي اللي هو ايه قد لا تسمعه من الاهلاوي، فعايز رد الاهلاوي على الكلام ده بالمنطق. ماشي، رد الاهلاوي ان انا لا معلش، احنا برضو في البطوله دي بتلعب فرق كبيره وبتلعب فرق تقيله وفرق عندها قدره على الانفاق بشكل كبير جدا، ومنهم مازيمبي ومنهم سان داونز مثلا، يعني انا هدي لك فرقتين اهو ممكن عندهم قدره ان هم يجيبوا افضل لعيبه زي ما هم عايزين. دي حاجه. الحاجه المهمه اللي انا عايز اتكلم فيها، النادي الاهلي لو مش كويس كان هيبقى زيه زي الفرق اللي هم الناس بتقلل منها. يعني في فرق، انا النهارده ان انا فارق عن الناس دي كلها ايا كان السبب اللي انا فارق بيه، تمام؟ انا لو زي الناس دي هبقى زي الناس دي في الملعب، تمام، هبقى زي الناس دي في النتائج، انما انا فارق لان انا احسن من الناس دي بكتير. ايا كان ايه السبب اللي انا فارق بيه. طب ايه السبب اللي الاهلي فارق بيه؟ بص انا وجهة نظري نمرة واحد السيستم اللي النادي الاهلي ماشي بيه والاداره والفكر اللي النادي الاهلي ماشي بيه. انا وجهه نظري لو الكره في مصر بتدار زي ما بتدار في النادي الاهلي، الكره في مصر هيبقى لها شان تاني خالص وهنبقى في حته تانيه خالص. النهارده انت بتتكلم وانا بتكلم بكلام، يعني ما بتكلمش كلام عشان انا اهلاوي، لا، شوف حجم الانجازات اللي عاملها النادي الاهلي وشوف حجم الانجازات بتاعه الكره المصريه، هتلاقي فرق كبير جدا. تمام، وانا دايما عندي راي ان الكوره ما هياش ملعب بس، يعني الكوره عوامل النجاح فيها مش ملعب بس، وانا وجهه نظري عوامل النجاح اللي بره الملعب في اكتر من الاهلي، الملعب. وفي الاهلي هي قويه بالظبط. يعني قابض على بص مفاتيحها. بص، عندك نظام، عندك لوائح، عندك سيستم، عندك رؤيه، بتعرف تجيب لعيبه كويسه، بتعرف تجهز اللعيبه بتاعتك بشكل كويس، بتعمل معسكرات، انت عندك كل عندك مصادر عوامل دخل، النجاح. عندك بالظبط، رعاية، عندك كل استقرار عوامل فني النجاح. ومادي بالظبط وإداري. بالظبط، كل العوامل دي وهي متواجده كده، لو انت ما عندكش اداره قويه، ما عندكش اداره عندها فكر، ولا تسوى اي حاجه. فعشان كده انا قلت في اول كلامي الاساس بتاع ده كله الاداره، السيستم اللي النادي ماشي بيه. وفعلا انا بكلمك بمنتهى الامانه، السيستم ده لو اتطبق على الكره المصريه، لا، الكره المصريه هيبقى لها شان تاني خالص. توقعت قبل ماتش الترجي وكنت بسمعك في الراديو واعتقد مع الكابتن ايمن يونس ايمن يونس، ان الماتش مش هيكون سهل، لا ماتش الترجي ده،
وامبارح فعلا ما اعتقدش ان التتويج جه بسهوله. بص يا هاني، الكوره ما فيهاش ماتش سهل، الكوره فيها فريق كبير وفريق قليل. لما فرقتين يوصلوا فاينل تشامبيونز ليج افريقيا مستحيل يبقى ماتش سهل، حتى لو كان المنافس اللي قدامك الناس شايفاه، مش عايز اقول متواضع، شايفاه اقل منك. تمام؟ انما انت النهارده لو تاني هرجع واقول، لو انت مش كويس كان هيبقى زيك زيه في الملعب. ايوه اللي فرق شويه امبارح، انا يعني انا بتكلم، يعني انا دايما حتى لما بتكلم كوره، اللي فرق امبارح ان الجون جه بدري. الجون بتاع النادي الاهلي لو ما كانش جه بدري، لا كان الشكل ممكن تتعقد اكتر. لا كان الشكل هيختلف، كان تمام. الاداء هيختلف، كانت الفنيات هتختلف، كان الضغط هيختلف، كان كان هيختلف للافضل بالنسبه للاهلي للافضل طبعا، لان انت ككوره عايز تحقق، مقدمه طبعا يعني. لان انت عايز توصل للجون وعايز مفهوم تحقق اهداف. مفهوم. لو احنا قيمنا المباراتين، هتلاقي النادي الاهلي افضل في ال 180 دقيقه. يعني نادي الترجي ما تفوقش على النادي الاهلي في اي، ان كان في مباراه الذهاب او مباراه الاياب. انما انت مثلا في مباراه الذهاب كنت رايح بتحترم الترجي، وانا كنت شايف انه احترام كان مبالغ فيه شويه، زيادة عن طبعا عن اللي طبعا انت محتاجه. طبعا، لان انت يعني معلش انا يمكن انا وجهة نظري الاحترام الزياده ده او الانضباط الزياده ده مطلوب. انا مفهوم. ما ينفعش ان انت في مباراه نهائيه بتلعب بره ملعبك مع تغامر. فريق تغامر وتجازف، وخصوصا ان الفريق اللي قدامك ده مخرج برضو فرقه من اقوى الفرق اللي موجوده في افريقيا دلوقتي صن اللي هي داونز. سان داونز. تمام؟ فلازم الاحترام ده يبقى موجود، ولازم الالتزام، ولازم لكن ولكن معلش، بالنظر لاداء الترجي قدام سان داونز رايح جاي، فهو ما كانش الطرف الافضل، هو كان الطرف اللي كسب. تمام. لكن يعني اخترق واهدرت فرص، وحارس مرمى كان هو نجم المباراه تمام الثانيه تحديدا. تمام وبالتالي بالنظر بقى لمستواك انت كمان قدامه ومدى تراجعه هو في ملعبه، فكان طبيعي ان انت تقول طب ليه ما كسبش الماتش ده، ده بان بدل ما بقى لغايه اخر ثانيه في ماتش العوده قلقان ان انا افقد البطوله. لا ده بان ده بان في اخر ممكن 10 12 دقيقة في الماتش، في الماتش اللي هناك. مظبوط. التغييرات اللي حصلت كلها تغييرات هجومية، مش تغييرات بان ان ان انا انت خلاص قلت طب ما بالظبط ان يلا. انا بالظبط ان انا ممكن ان انا اقدر استطيع ان انا احسم المباراة دي، ان انا ممكن اريح نفسي في مباراة العودة، ولكن ما حصلش التوفيق. العكس حصل في اقول لك المباراة حاجه الأولى. تضحك. اتفضل. قفشه في ماتش الذهاب الحكم كان خلاص قرب يصفر، ف احد اللاعبين قال لي يعني ان هو قال له ما تدينا 10 دقائق زياده زيادة هتكسب. وهنكسب. وبعدين الموضوع تحول لمداعبات ابتسامات بالظبط، يعني، لان خلي هو خلاص بالك، حس ان بص الاهلي دخل في القصه. بالظبط.